ينضم إلينا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية نسيب عبد العزيز، مدير حملة سوريون ضد التطرف. مرحبا بك معنا سيد نسيب. إذن الحملة واضحة أهدافها التوعية بالدرجة الأولى من خطر تنظيم القاعدة وانتشاره في شمال غرب سوريا في مناطق إدلب وريفها وغيرها. هذه الحملة لنستوضح منك، هي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة على الإنترنت فقط، أم أنكم لديكم وجود على الأرض ونشاطات وما إلى ذلك؟ تحياتي أستاذ أحمد ولجميع مشاهدي قناة الآن. أهلا بك. حملة سوريون ضد التطرف هي حملة مبنية على أسس موضوعية للتنبيه من مخاطر تنظيم القاعدة المتمثلة في هيئة تحرير الشام وتحولاتها كما ذكرت المتجانسة مع الظروف والمتغيرات السياسية. هي جبهة النصرة سابقا. جبهة النصرة سابقا للتوضيح للمشاهدين. نعم. الحملة على الأرض طبعا في عدة مواقع في الشمال السوري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضا. هدفها التركيز على لفت الوعي لهذا الفكر المتطرف الخفي الذي تحاول هيئة تحرير الشام ستره ومواراته بأكثر من أسلوب، وخاصة هذا ما يحدث مؤخرا. طيب، من المعلوم أن دائما تنظيم القاعدة والتنظيمات الرديفة أو الفروع دائما ما تعتمد أساسا على الدين. أنتم في هذا الفريق أو هذا المركز، بغض النظر عن التسمية، يعني هل لديكم خبراء مختصون في أمور الدين، أمور التفسير وما إلى ذلك من أمور الشريعة الإسلامية للتوضيح لتوعية الشباب بهذا الفكر الضلالي الإرهابي؟ طبعا ليدعمون الحملة على أساس الحملة مبنية على أسس علمية، ولا بد أيضا من خلال هذا المجال التركيز على المجال الديني من خلال علماء دين ثقات يبينوا الأفكار المغلوطة التي يحاول طرحها تنظيم القاعدة بشكل رئيسي، وتوضيح هذه الأفكار وإيضاح الصورة السليمة للدين الإسلامي المعتدل والوسطي. إذن هي أيضا حملة مفتوحة لكل من يريد أن يشارك على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما حالات أو رصد من أرض الواقع في مناطق وجود تنظيم القاعدة في سوريا، أي انتهاكات، أي اعتقالات، أي خروقات أخرى، صحيح؟ نعم أستاذ أحمد، الحملة هي بالإضافة لكونها هي حملة توعوية تقوم على عدة أنشطة، منها توزيع بوسترات تحمل أفكار لتصاميم واضحة ولمنشورات لغتها الخطابية موجهة للعقل السليم في المناطق، هي أيضا لرفض أي انتهاك ولأي تجاوز لهذه التنظيمات. شكرا جزيلا نسيب عبد العزيز، مدير حملة سوريون ضد التطرف، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الحدود السورية التركية.